سبحان الله، الإنسان إذا كانت أخلاقه طيبة وهي صفات المؤمن المطلوبة، يا سلام، تبقى أثرها حتى ومردودها حتى على أبنائه وأبناء أبنائه. فأقول همست غلا عربونها الود والبوح، سلام، لعلها عن واقع الحال تنبيك، احرص على سمعتك يا طيب الشوح، اي والله، حذرة تشوهها بعيب يجي فيك، سمعتك تبقى لك ولو راحت الروح، تبقى رصيدك كل ما حل طاريك، حتى عيالك لو تورثهم مصروح من سيرتك يجنون من فعل ماضيك. خذ عبرة من ثابت العلم له ضوح، درس من القرآن حتى يصحيك، مع مريم العذراء حصل درس بوضوح، قالوا يا اخت هارون ما هي مماشيك، من طيب اخوها ما بها شيء مفضوح، حتى وهي حامل يقولون وش فيك طبتي، وطاب لي نفخ حملها الروح، عيسى نبي الله من دون تشكيك. هذه نصيحة ود، من هذه وصيحة ود، ما تقبل النوح كتبتها من هاجسي، الا جل تغنيك. وقبل الختام اقول عساي مسموح انزل لي اوالي الكون راجيك. سلام حسانك، ما شاء الله ما شاء الله، هذا ابداعكم يا اخي، كل شيء في الاخلاق يطلع جميل يا ابو محمد. اخلاقك ترى خبرها طيبه، كلمات جميله من انسان جميل، ما شاء الله، سعدك الله وسددك، الله يوفقك وموفق عباد الله الصالحين. اللهم امين. يا حي الله ابو الحارث، الله يبقيكم جميعا.